سامعيني يا شباب؟ تمام، سامعينك دكتور. معك الحين احنا. قطع النت فجأة، بس اوكي، بس خليني افتح مسكر كل شيء. خلينا نرجع للكتاب كمان، شو إذا قدرنا. بس يحمل، فيه شوية بطء في النت. أوكي، ظهر الكتاب عندكم ولا لسه؟ ظاهر دكتور، ظاهر أوكي ظهر، موجود. أوكي. طيب هلأ لاحظوا، هاي هون الجانب العملي، الشاشات هون يمكن أوضح شوي. زي ما حكينا قبل شوي، لما نروح بنعرف المتغيرات، لاحظ هاي الداتا، هاي شاشة الداتا. أنا عادة بلجأ للأسئلة بس بستخدم الكيو، يعني السؤال الأول Q1 Q3 Q4 أوكي Q5 وهكذا. تتذكر ما حكينا على الاستبيانات؟ اللي هو احنا في مثال موجود عندنا، مثلا هاي الأسئلة في الاستبيان، شو المؤهل العلمي مثلا؟ دبلوم، بكالوريوس وما فوق، الخبرة، الأسئلة. هلا كل سؤال من هذا السؤال بعطيه، يعني كل فقرة مثلا المؤهل العلمي بدي أخزنها، بده يكون هو عبارة عن متغير، الخبرة متغير، الأسئلة الموجودة هون كل سؤال من هذول الأسئلة الثلاثة هو متغير. أوكي؟ واضح؟ هون ورجاك الترميز اللي حكينا عنه المرة اللي فاتت، أوكي؟ هلا لما راح شغل برنامج الـ SPSS، أول إشي راح على المتغيرات، عرف المتغيرات. لو جينا على هاي الأسئلة، كم متغير عندي؟ عندي المؤهل العلمي والخبرة، هاي تنين والثلاث أسئلة، مزبوط؟ تمام. وهي ترميزهم اللي حكينا عنه المرة اللي فاتت. هلا لما إجا هون عرف المتغيرات، لاحظ أول متغير المؤهل، بعدين لما راح على التايب اختار نوعه. المؤهل إيش؟ أنت إذا بدك تنتبه بدك ترجع على الاستبيان، خلينا نرجع على الاستبيان، هو اختيار يعني يا دبلوم يا بكالوريوس وما فوق. اذا دبلوم مثلا بقول له 1، اذا بكالوريوس شو بقول له؟ وما فوق 2. تعال نشوف كيف سواها. اذا اختار نيوميريك عدد، ما هو بده يدخل يا 1 يا 2 بدون ديسيمال. لاحظ هون كتب المؤهل، بتقدر تكتب بالعربي، بفضل دائما يكون الاسئله بالنيم بالانجليزي، اما الليبل ممكن تخليه بالعربي. اوكي، بعديها لاحظ نيوميريك، بعدين المنازل الديسيمال، كم منزلها الويت والديسيمال. اوكي، بعديها راح على لاحظ بيعطيه خصائص، اذا كان فيريبل نيوميريك، لاحظ بيعطيه شو مجموعه من الخصائص، في الداتا، في ساينتفك نوتيشن حسب اللي انت اخترته، وكل واحد منهم بيعطيك شو رموزه. مثلا اذا قلت له مثلا دولارز، اوكي معاي انتو يا شباب؟ معك، متابعين معك دكتور. اوكي، اذا خصائص كثير، يعني ما اذا سترينج كمان، اذا اخترت مثلا سترينج بقول لك كم كاركتر بده اياه، يعني خصائص. احنا اكثر استخداماتنا بتكون ايش؟ يا سترينج يا نيوميريك، اوكي، او اذا في كان عمله. الوصف اللي هو الفاريبل ليبل، الليبل الاسم بده يظهر. اللي بيهمني هون الفاليو، طلعوا على هاي الشاشه حنشوفها تطبيق عملي. هلا بالفاليو انت محدد في الترميز، شو قلت له؟ قلت له اذا دبلوم 1، اذا بكالوريوس وما فوق، شو بتسوي؟ طلع على الشاشه هون، خلينا نكبرها شوي. تيجي بتعطيه الفاليو 1 بناء على الترميز، اذا دخل 1 معناها دبلوم، بتكبس على كلمه اد بضيفها، بعدين بتقول له الفاليو 2 تكتب بكالوريوس وما فوق،
بتكبس اد، بصيروا عندك التنتين موجودات هون. يعني هلا انت لما بتيجي تدخل بين هذاك تدخل يا واحد يا اثنين، في مين؟ في المؤهل العلمي. هلا فعليا اذا دخلت واحد شو معناها؟ شو معناها اذا دخلت واحد؟ معناها ايش؟ معناها دبلوم. دبلوم. اذا دخلت اثنين شو معناها؟ بكالوريوس فما فوق. بالضبط هيك بنطبقها، اوكي؟ واضح؟ هذا بالنسبه للفاليو. طب اذا كان حسب مثلا موافق موافق شده بده يكون ايش؟ خمس قيم، بده يكون واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. واضح؟ كمان في عندك القيم المفقوده بسموها الميسنج فاليو، اوكي؟ عاده تستخدم لما لم يتم الاجابه على سؤال. لاحظ تيجي بتقول له ممكن انت تختار تقول له نو ميسنج فاليو او ديسكريت ميسنج فاليو، اوكي؟ ليه؟ من خلال هاي الشاشه بنحدد حنتكلم وبتعطيه الرينج. يعني في نو ميسنج فاليو، في ديسكريت ميسنج فاليو، في الرينج اوف ميسنج فاليو، في ثلاث اختيارات. اذا انت ما بدك تتعامل مع الميسنج فاليو بتقول له نو ميسنج فاليو وخلص. بدك اذا كان ميسنج فاليو تاخذها في عين الاعتبار وتطلعها، تستخدم اللي هي يمكن هذا الخيار من تحديد مدى معين من القيم المستغله المفقوده مثل تعامل اقل قيمه واكبر قيمه وما بينهما. تعطي رينج للميسنج فاليو من الى، او رينج بلس اند دايركت ميسنج فاليو، لاحظ سواء كان نص وهكذا الى تعاملاتهم حنشوفهم. العمود قديش سماكه العمود، لاحظ. بعدين بيجي عندك اللي هي اللي حكينا عنها اللي هي اللي بختار يا سكيل يا بختار الاوردينال او النومينال، اوكي؟ اللي هو مقاييس تغير، وهذا بيعتمد حسب تحديد المقاييس، بيعتمد حسب الاستبيان زي ما حكينا عندك. مثلا الاستبيان اللي قبل شوي مثلا كتبنا المؤهل العلمي، الخبره، وهي الاسئله، لاحظ شو بدنا نختار إلها. لاحظ بعد ما صنفها وسواها، لاحظ فيك استخدم الأسئلة Q1 Q2 Q3 وهي الأسماء، لاحظ النيم والخبرة، وهي الثلاث أسئلة اللي هو اختارها. هذا كله بيتم في شاشة إيش؟ سواء شاشة المتغير أو شاشة البيانات، أوكي؟ ضايل دقيقتين نوقف لهون، بس خلينا نتأكد من الغياب لأنه في ضعف عندي بالنت كثير ومش راح، ومنطبق إن شاء الله المحاضرة الجاي يكون في عنا تطبيق على هذا الكلام. هلا في حدا ما ناديت اسمه؟ في عنا أسماء. في عنا حمزة حكينا، علاء، فلسطين، مالك، ومعاذ، وميس، نظير، أوكي، نور، نيفين، هذه حكيناهم. في حلا، مين كمال، نيفين حكينا، هادي، هبة حكينا، وحق حلا، وهبة خالد. طيب اللي غايبين، في أحمد مهدي مش موجود، في فرح مش موجودة، ماجد مش موجود، عمر محمود مش موجود، في عنا نادين، عمار حسين مش موجود، علاء رائد مش موجود، رنا سامي، رنا ما جتش اليوم كمان، رنا مش موجودة، خالد إسماعيل مش موجود، في عنا عصام محمود مش موجود، وأخيرا عبد الرحمن سليمان كمان مش موجود. في حدا ما ذكرت اسمه؟ إذا اليوم دبرت لكم برنامج الاس بي اس اس اللي هو 16 اللي هو اسهلكم في التعامل، بدل ما تسوي ريجستريشن برفع لكم اياه لينك على الجهاز، اوكي؟ خليني بس اشير لكم الصفحه تبعتنا. اوكي خليني ارجع. محاضرة اليوم حتكون مسجلة قسمين، لأن القسم الأول بعد ما انفصل بتخزن، والقسم الثاني حخزنه كمان، يعني حيكون جزئين إلها. أوكي صفحتنا، أنا أوريدي نزلت لك هون اللي هو تنزيل برنامج الـ SpaceX، هذا الفيرجن الأخير اللي هو لازم تسجل في
في اي بي ام، تسوي يوزر وبعدين ايش بتنزله على جهازك. هلا في اسهل منه اللي هو الفيرجن 16، بسيط يعني. هذا زي بحط لك لينك.